عملنا مشاكل. سامر مو قليل بنو. يا رامي، الولد عم يتصرف هيك على امل اني بطل اتجوز، بس بكره بس نتجوز رح يكنه يسكت. ابني وبعرفه. لساتك مصرة ما نعمل عرس؟ يا ريت يا رامز، يا ريت، مشان مشاعر الولاد. هلأ مو المهم انه نلتم على بعض؟ ايه والله هذا المهم بالنسبة لي، بس ما بعرف ليش خايف من سامر. وليش لحتى تخاف منه؟ المفروض انا اللي خاف منه. ومع هيك اطمن، ان شاء الله ما بصير لك الخير. اشتقتي لي؟ الله بيعلم. بس هانت ما؟ ان شاء الله. على فكرة ما بدك تقيسي فستان العرس؟ ليش جبته؟ وليكم قدامي. راميز، اسمه الأولاد مو بالبيت، رح افتح الباب وناولنيها. شو يعني؟ ما بدي اشوفه عليكي؟ يوم العرس بس، يوم العرس. يلا رح افتح الباب، اعطيني اياه.